السورية فرضت حظرا للتجوال في المنطقة وقطعت مياه الشرب عن السكان. كانت قوات الأمن المدعومة بالدبابات قد دخلت أمس السبت قرية الناجية على الحدود مع تركيا وبلدة القصير الواقعة على الحدود مع لبنان. ككل سبت منذ أكثر من 3 أشهر يشيع المحتجون السوريون قتلاهم في مسلسل لا تبدو له نهاية قريبة. تقول مصادر حقوقية إن أكثر من 1300 مجلس عزاء فتحت منذ بدء الاحتجاجات بدون إضافة حصيلة قتلى جمعة سقوط الشرعية بالطبع. أطلق مسلحون الرصاص. تتهم السلطات العصابات المسلحة بالمسؤولية، لكن لأولياء الدم حكاية أخرى. يقول ناشطون إن الجمعة الأخيرة أعادت عقارب الساعة لما قبل خطاب الرئيس الأسد، الخطاب الذي قدم فيه مجموعة من الوعود الإصلاحية. فأعداد المحتجين تجاوزت بكثير حسب تقديرهم تلك التي تحدث عنها الرئيس السوري في خطابه، وكلها كانت تنادي بصوت واحد. الرد الرسمي جاء سريعاً. تحدث التلفزيون السوري عن مسيرات بالألاف تأييدا للعملية الإصلاحية بقيادة الرئيس الأسد في كل من دمشق ودير الزور. وبالتزامن عرض أيضا شهادات لمن وصفهم بعناصر مجموعات إرهابية من جسر الشغور اعترفوا فيها بمهاجمة مراكز أمنية وقتل عناصرها والتمثيل بجثثهم واغتصاب النساء. لكن ردا غير مباشر جاء من أهالي حمص الذين لطالما اشتهروا بخفة دمائهم رغم كثرة ما سال منها. هنا مقطع تمثيلي بثوه على موقع يوتيوب. انت الارهابيين اللي عم تقوسوا على المتظاهرين، تعالوا نشوف، تعالوا تعالوا. شو سلاحك انت؟ قاذف كوسا. تؤكد مصادر حقوقية ان النظام ماض في خياره الامني لوقت الاحتجاجات، وتستشهد بحملة الاعتقالات الكبيرة التي تشنها اجهزته في العديد من المدن عقب تظاهرات الجمعة. وأيضا باستكمال الجيش لانتشاره شمالا في ريف حلب وإدلب. هناك حيث يراقب الأتراك التحركات العسكرية المستمرة عن كثب، يخشون من موجات لجوء كبيرة قد تشمل أكرادا يضافون لأكثر من 11,000 لاجئ سوري تستضيفهم تركيا حاليا. فراس كيلاني، بي بي سي. وعلى الحدود السورية التركية دخل الجيش السوري قرية الناجية المتاخمة للحدود التركية في إطار متابعة انتشاره في ريف إدلب شمال غرب البلاد، حيث يتجمع آلاف اللاجئين الفارين من القمع. شكلت المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا ملجأ لآلاف السوريين الفارين من الحملة العسكرية للجيش السوري في القرى المجاورة، إلا أن هذه المنطقة لم تعد ملجأً آمناً بعد أن دخلت قوات الأمن قرية الناجية المتاخمة للحدود التركية في إطار متابعة انتشاره في ريف إدلب. وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن الجيش أكمل انتشاره في القرى المحيطة بجسر الشغور التي دخلها الأسبوع الماضي لطرد من وصفها بتنظيمات مسلحة. وشهد جنود سوريون ينصبون مدافع رشاشة على أكياس رمل قرب برج على الحدود ويحتلون مبنى مطلا على قرية جوفيتشي التركية. وأدى وصول القوات السورية إلى مشارف الحدود التركية إلى مغادرة نازحين سوريين كانوا أقاموا مخيما مؤقتا على طول عدة كيلومترات من الحدود بين البلدين. كنا بعد تشييع جنازة لشاب من جسر الشغور، فنحن عم نشيع ظهرنا بإسقاط النظام، فإجانا إطلاق نار وصوبت أنا بإجري، صوبت بإجري وهربنا لمنطقة اسمها خربة الجوز. وصلنا على الحدود التركية قعدنا تقريبا 10 أيام، ما اجانا لا معونات ولا شيء من اي هلال احمر السوري، اجانا معونات من تركيا. ما في امان، هلا انت فينك ترجع؟ انا ما فيني برجع. لا معظم هؤلاء النازحين لا يعتزمون العوده الى سوريا في الوقت الراهن. امبارح الامن السوري بقياده ابو عمر من الامن السياسي، هو مستلم امن السياسي في ادلب في جسر الشغور، اجى لهون مع الهلال مع الشبيحه بسيارات الهلال ولبسوا الاحمر ابو عمر وابو مصطفى ابو سطيف هذا من الامن العسكري، لبسوا لبس الهلال الاحمر واقتحموا لهون. هربت من مدينه جسر الشغور بعد ما استشهد اخوي حسن، لاني كان يعني عم يصور وقتلوا الامن بقنص وقنص.
بدنا نرجع على بلدنا، هاي بلدنا نحن اللي خلقنا فيها وترعانا فيها وعشنا فيها، بدنا نرجع، ما رح نتركوا اياها بالشارع الاسد، هاي ارضنا وبدنا ندافع عنها وبدنا نتم نطالب بالحريه لاخر لحظه في حياتنا. وعبر أكثر من 1500 سوري الخميس الحدود السورية التركية مع اقتراب الجيش السوري، مما يرفع عدد اللاجئين السوريين إلى تركيا إلى 11700. يقبع